السؤال كان واضح، بيتم قطف الثمار قبل موعدها وتخزينها لبيعها بسعر أعلى، هل هذا جائز؟ ما هو ده طبعا الأصل فيه الجواز إذا لم يكن احتكارا، مش بنية الاحتكار، مش عشان أشححهم السوق، لكن لأنه لا أو في الوقت ده لو نزلته هيجي عليا بخسارة، إنما بستنى زي المانجا زي الفاكهة. النهي اللي ورد عن بيع الثمر قبل صلاحها أو قبل بدو صلاحها كان لعلة إن هو مش معروف نتيجته إيه، إنما لا ولا ده زراعة بتتعان ولحد لما تترك إلى فترة لحد لما تستوي زي موسم الطماطم زي غيره، بيبقى ده الأفضل إن يستنى بعض الناس السنة بدل ما يبقى دلوقتي ينزلها، لا بيخليها على أول رمضان فيقطفها خضرة على ما تحمر يجي معادها تبقى على أول رمضان يبقى ليها سعر كويس يعني. إذا مش مقصود بها من السلع الأساسية اللي هي تبقى فيها احتكار وشح على الناس ويذيم، لا في هذه الحالة يبقى لا مانع شرعا ما لم يكن بنية الاحتكار، للنبي صلى الله عليه وسلم قال المحتكر ملعون أو المحتكر خاطئ ونهي عن الاحتكار في الإسلام يعني.